بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، نجدد بكم اللقاء والترحيب من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. انطلق على بركة الله شوطنا السادس عشر الخاص بسن الأبكار، الحقايق من مسافة 4 كيلومترات. أبدأ بداية مع أول الانطلاقات، أول الاندفاعات، لأتابع من تتقدم على المركز الأول. الفايزة الفايزة محمد بن راشد بن علي الفهيدة المري مقدم لنا الفايزة على مستوى المركز الأول. المركز الثاني أتابع القدوم والحضور والوصول من قبل الأسماء الحاضرة والواصلة والمتواجدة في هذه اللحظات. تتقدم على المركز الثاني الحاضرة غيو أو هنا القادمة والمتواجدة الراسية لسالم بن حفيظ بن سالم النابت المري. المركز الثالث وصلت وانطلقت في هذه اللحظات، هنا تتقدم بشعار، تتقدم وتنطلق بشعار في هذه اللحظات. محمد بن محمد بن جابر العاضل المري مقدم لنا انطلاقة وتحديات وصول. المركز الرابع تابع القدوم والوصول من قبل أزهار راشد بن سعيد بن طالب بن تويم المنخص من يقدم لنا أزهار. المركز الخامس أجد الحضور والوصول من قبل الانطلاقة في هذه اللحظات بحور ناصر بن عبد الله بن راشد بن نورة بن نورة من يتواجد وينطلق. ولكن العودة وين؟ العودة إلى مقدمة الشوط، إلى شعار راعي دمعة، إلى شعار راعي الأسماء الكبرى يقدم لنا انطلاقة وتحديات في هذه اللحظات. الله يا الفايزة 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 مع المركز الأول مع انطلاقة الشوط. المركز الثاني وصلت الراسية لسالم بن حفيظ بن سالم النابت المري. المركز الثالث القادمة والحاضرة في هذه اللحظات الوصول من مخي مخيلة حزام بن زيد بن محمد بن محسن آل نديلة يقدم لنا مخيلة على المركز الثالث. ورابعا أتابع الأسماء، أزهار يا بن تويم، أزهار أزهار. المركز الخامس وصلت وانطلقت في هذه اللحظات وصول حمد بن محمد بن جابر العاض المري. ولكن العودة وين؟ العودة إلى شعار الفهيدة، العودة إلى شعار الفهيدة من يقدم لنا انطلاقة وتحديات الفايزة. سلالة الفايز، سلالة الهرش، سلالة الفايز المملوك لإنتاج أم الزبار. وهنا في هذا المهرجان تظهر السلالات وتظهر السلالات العملاقة والماركات الكبرى. الفايز وانتاجه مع المركز الأول. المركز الثاني يا سلام، وصلوا الجماعة ووصلوا الانطلاقات في هذه اللحظات. انطلقت على المركز الثاني غنى لحمد بن عبد الله بن راشد الزعبي يصل مخوف وشعاره مع المركز الثاني. ولكن الله يا بن نديلة، بن نديلة من يقدم لنا انطلاقة شعاره مع المركز الأول مع الأمتار الأخيرة وصول. أو هنا هنا تنطلق مخيلة 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 والأمتار الأخيرة. ولكن عادت من جديد بشعار الفهيدة، عادت في هذه اللحظات الفايزة سلالة الهرشة، سلالة الهرشة بنت الشيبة الفايزة الفايزة من وصلت مع الأمتار الأخيرة لتعود بالانتصار والفوز الكبير والمستحق. المركز الثاني كان الوصول مع غنى لحمد بن عبد الله بن راشد
الزعبي وسلالة جلمود. المركز الثالث كان الوصول مع انطلاقة وتحديات نوف سعيد بن محمد بن سعيد بن النابت المري وسلالة طشار المملوك لأم الزبار. المركز الرابع كان الوصول مع وصول أو هنا مخيلة لحزام بن زيد بن محمد بن محسن بن نديلة وسلالة الواعي. والمركز الخامس كان الوصول مع خامس الأسماء عناقيد حسين بن عبد الله بن ظافر الهاجري وسلالة الذيب المملوك لأم الزبار. تهانينا تهانينا والناموس لمالك الفائزة محمد بن راشد بن علي الفهيدة المري على هذا الفوز والانتصار. وسلالة الفائز العريقة من انتزعت هذا الشوط 6 دقائق و3 ثواني و22 جزءا من الثواني. بينما جاءت في المركز الثاني وصلت غنى لحمد بن عبد الله بن راشد الزعبي 6 دقائق 3 ثواني 59 جزءا من الثواني. بينما جاءت في المركز الثالث نوف لسعيد بن محمد بن سعيد النابت المري 6 دقائق 3 ثواني و88 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحظ الكريم مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ما زالت الانطلاقات متواصلة والفعاليات مستمرة في منافسات سن الحقائق في تحديات هذا المهرجان.